قل رسميا في نادي القادسيه السعوديه مختار. صحيح الحمد لله، انا اليوم كما يقول لك مشيت للسفاره السعوديه، تحصلت على الفيزا وكل شيء. ان شاء الله بوندون دي جور ان شاء الله نسافر ان شاء الله باش نصحح العقد. الصفقه كانت مفاجاه شويه، كيفاش بدات تحكي لنا المفاوضات؟ صحيح هي حد ما كان يتوقعها، خاطرش معناها ما فماش برشا كلام وكل شيء. مي انا وقت معناها كلمني الفريق القادسيه وكلمني المناجير تاعي وحكيت معاه وكل شيء، قال لي اسكو معناها الفريق انتيريسي بي، كنت حاب تخرج وكنت حاب تمشي. قلت له ان شاء الله تو نشوف، نحكي مع الرئيس ونحكي مع المدرب ان شاء الله، وبوركوا با الواحد معناها يبدل حاجه جديده وكل شيء. هذه هي سي بور سا معناها تم كل شيء في الخفاء وكل شيء، والحمد لله معناها تفهموا المسؤولين والمدرب، تفهموا الوضعيه تاعي ومعناها سهلوا لي كل شيء. خرج كلام اللي فما شكون دفعك للخروج؟ مو صحيح معناها انت حبيت تخرج؟ لا والله مو صحيح، وانا الحمد لله ما عندي حتى مشكله مع سواء مع الفريق ولا مع الاداره ولا مع المسؤولين ولا مع حتى الجمهور. انا معناها حكيت معهم وكل شيء، قلت لهم انا توا واحد نعمل معكم معناها كالباعي وكل شيء، الواحد يحب يحسن الوضعيه تاعه وكل شيء. ماك تعرفني انا الحمد لله كنت راجل معهم في اي وقت، في اي حاجه يحتاجوني كنت حاضر. ما نحكيش على هذيك حكايه الفلوس، معناها ديما نسامحهم في الفلوس وكل شيء. اختار الفريق ربح مبلغ مالي كبير كالعاده كي خرجت انت؟ بيان سير ما خرجتش هكاك، حاجه باهيه معناها الفريق استفاد من الصفقه تاعي على وبورتو معناها على شكل اعاره وكل شيء. جبت لهم فلوس وحتى سامحتهم في فلوس وكل شيء، ومعناها قلت لهم سهلوا لي حتى نعامل معاكم كالباهي. صحيح معناها خرجت في مومو صعيب وكل شيء، مي لازم الجمهور يفهموا حاجه معناها اللي انا مشيت مش على الفلوس ولا حكايه اخرى. ما انا حبيت نحسن الوضعيه تاعي وكل شيء، تعرفوا المشاكل وكل معناها ما عنديش مشكل مع الاداره هذه جديده ولا هي تعرف الشكايات في الفيفا وكل يوم يخلصوا في خطايا وكل يوم مشكل وكل يوم حاجه. معناها انا تفهمت الوضع تاعهم، حتى كي باش يعملوا علينا روطار ولا ما يخلصوناش معناها لازم تحسن عونهم ولازم تقف معاهم وكل شيء. سي بور سا لازم الناس تفهم معناها اللي انا معناها خرجت من النادي الافريقي ومعناها مش مرتاح، خاطرش ما نكذبش عليك معناها والفت الفريق هذا ومعناها حبيته برشا برشا، معناها حتى معناها جاتني حاجه صعيبه باش نخرج من الكلوب. اما لا غالب معناها لازم يتفهموا الوضعيه اللي انا خرجت من الكلوب مش على حاجه اخرى. كيما خرجت العام اللي فات ورجعت للفريق وما كتبش ربي، ان شاء الله كيما يقول لك هذا عقد تاع 6 شهور، وان شاء الله بوركوا با تتحسن الامور ونعاود نرجع للفريق ان شاء الله. الفريق ربحت حوالي 300 مليون من الخروج هذا. براسك 300 بين اللي خليته وبين اللي خذاوه. بيان سير 300 مليون معناها يستاهل، خاطر تحب ولا تكره معناها الفريق تاعي هذا لازم في سيتياسيون خايبه تحب ولا تكره لازم واحد يعمل اللي كان حسيت معناها نحي من روحي ونزيد في الفريق هذا. مي انا غير جيست حبيت معناها نبدل الجو، حبيت نحسن جيست الوضعيه اللي خايبه معناها اللي تعدت عليا برشا وضعيات تعدوا عليا وكل شيء والناس تعرف وكل شيء. مي انا ما نحبش نتكلم وما نحبش نحكي، ديما نخدم في التيران ديما نمد اللي عليا، وقت اللي يكون اون فورم معناها نعطي كل شيء، معناها ندافع المريول تاع الكلوب افريكا. والحمد لله معناها كي خرجت لازم كي نخرج معناها راسي مرفوع، هذاك هو ليسونسيال، ومحبه الناس معناها هي كل شيء. محبه الناس ما تشراش بالفلوس، انا معناها جيست لازم العباد تفهم معناها مش على حكايه اخرى، ولا العباد تفهم اللي انا خرجت جيست باش نحسن الوضعيه تاعي. 300 مليون مره هذه مرتين سمحت فلوس قبل، ظهر لي الكلوب استفاد برشا، قال لي برشا فلوس للكلوب. قد وصلت تو الموضوع؟ بيان سير والله كل عام معناها كي نرجع الفريق نسامح في فلوس وكل شيء. مي واش تعمل معناها وصل 700 800 مليون برسك هكاك معناها وصلت للاخر الحاجات هكاك. مي واش تحب تقول معناها، خاطر كان جات مش امورها تعبه وكل شيء الكلوب، وك شفت معناها كي تشوف حكايه ولا حكايه كل شيء. من الاداره مساكين اللي جات جدد ما عرفتش، كان باش تلعب جوارات كان باش تلعب شكايات، وكل جماعه تسمع حكايه باش ينحيوا 6 نقاط سي اوبليجي معناها يقفوا مع الجمعيه. شو نقول لك، انا ما ندمتش معناها كي سامحت على الفلوس وكل شيء، خاطرش حبيت نخلي النظره تاع اللاعبين الجزائريين اللي تعداوا على الكلوب افريكا، العباد الكل تحكي يقول لك معناها رجال وكانوا رجال معانا وكل شيء. ما حبيتش نوسخ معناها السمعه تاع اللاعبين هذوك القدامى اللي تعداوا في النادي الافريقي،
والحمد لله معناها انا كنت راجل معاهم، سي بور سا طلبت منهم يكونوا يعاونوني وقت اللي هما كانوا حاجتهم بيا، وقفت معاهم سامحت في فلوس، سامحت معناها في برشا حاجات، توا احتاجيتهم معناها باش يقفوا فيا، سي بور سا ما نجموش معناها ما نجموش يرجعوني. قلت لهم كيما كنت انا معاكم راجل، توا انا محتاج الجمعيه هذه، انتم اللي باش تعاونوني، والحمد لله معناها ما لقيت حتى صعوبات في اللعب. ماتش قسنطينة حبيت تكون ماتش تاخر نتاعك، حبيت العب؟ والله كنت ما تنجمش تتصور قداش كنت موتيفي، علاش؟ كنت حاب نلعب ونربح، معناها حتى كي نخرج معناها من لا غرون بورت وريزيل طبيعي وكل شيء، الا غالب لونترينر هو اللي كان. حكيت معاه ولا لا؟ لا والله ما حكيت معاه، ما دخلتش معاه، خاطر انا بطبيعتي في جامي في حياتي معناها كي ما كورتش نمشي نحكي مع لونترينر ولا نتعارك مع لونترينر، خليته هو اللي الشوا تاعو، تقبل انا كلاعب محترف معناها لازم يتقبل الشوا تاعو. دوماج معناها خسرنا، شدينا الماتش بياكم الفو، ديانا بينالتي دقيقه على الاخره وكل شيء، وزدنا ماركينا بونتو صحيح، للناس الكل على بالها اللي بونتو صحيح، مي واش نقول لك، صحيح الخساره تغيد وكل شيء، مي هذا هو المكتوب تاع ربي، مي عندي ثقه في الاولاد ان شاء الله باش يوصلوا بعيد ان شاء الله. وكي بقيت انت على البنك ولعب حمزه العقربي تنجم يكون خمم هو في مستقبل الماتشات الجايين؟ جو بونس انا بيان سير مادام في باله معناها باش نمشي وكل شيء، جو بونس خمم هكاك، وحتى انا معناها ما تقلقت، قلت حاجه باهيه هذه معناها سواء حمزه ولا انا، لازم معناها حمزه نعرفه معناها اللي شويه معناها مون كومبيتيتيف، مي نجم يلعب ونجم يشد 90 دقيقه وفيزيك مون باهي وكل شيء، هو بالك لونترينر هكا خمم. شو نقول لك انا اللي عليا تقبلت الشوا تاعها، وكنت معناها في البنك حابين نربحوا وحابين كل شيء، مي الله غالب، هذه الكوره، هذه لازم تقبل كل شيء في الكوره. شنو هي حظوظ الكلوب في الشامبيونز ليغ؟ والله هذه حاجه من لوبجيكتيف تاعنا ديجا، الحمد لله معناها عندها برشا الكلوب، ما تعداتش الشامبيونز ليغ، ما تعداتش ليبول، الحمد لله هذا بفضل اللاعبين والطاقم الفني والاداره والمسؤولين، معناها كنا واقفين يد واحده، اللي كان صعيب برشا، حد ما كان يتوقع بالكلوب باش تربح الهلال وباش تتعدى وكل شيء، بالعكس كان معناها 20% اللي كانوا يتوقعوها هكاك، الحمد لله كان عندنا، كانت كيما يقول لك كنا رجال فوق تيران، ما خسرناش وما قصرناش، الحمد لله يا ربي، ان شاء الله احنا كنا معنا ناويين معنا نمشيو للبعيد، ومازال معنا الماتش الاولاني وكل شيء، في الكوره لازم تلعب حتى دقيقه الاخرى، ان شاء الله انا عندي ما عنديش شك في الاولاد وحتى في المسؤولين ولا في المدرب، ان شاء الله يكونوا رجال ويكونوا كما يقول لك يفرحونا، خاطر انا ديما معاهم معنا ديما نتبع فيهم، وديما مانيش باش ننسى هذا الكلوب هذا اللي تعديت فيه، فريمون حسيت روحي معناها في عائلتي، صحيح عائلتي بعيده وكل شيء، مي حسيت روحي في عائلتي، شوف كيفاش الناس معناها وصلت تبكي ومعناها ما مش حابين نمشي وكل شيء. شنو الحكايه نتاع وصلت تبكي؟ شكون اللي معناها فما عباد نتقابل بهم يقول لك معناها ما تقبلوهاش، جاتهم صعيبه وكل شيء. خاطر واش تحب ولا تكره، صحيح هما حاجتهم بيا وكل شيء، مي الغالب حتى انا معناها غايدتني برشا معناها باش نبدل الجمعيه وكل شيء. لا بريف معناها عائلتي انا جاتهم صعيبه باش يمشي، ولا بريف انا ماشي وعائلتي باش تقعد في تونس. مش ماشيين معاك؟ مش ماشيين معايا باش تشوف. علاش السؤال هذا؟ هما معناها حبوا يقعدوا، ما جاتهم صعيبه باش يبدلوا ديريكت. تشوف معناها التو معناها البارح ديجا الانيفرسير تاعي تعدات وكل شيء. تشوف عايشك، تشوف المدام تاعي معناها عملت لي انيفرسير وكل شيء، بشعار الكلوب، ومعناها تشوف حبيناه الفريق برشا، ما قلت عدينا في سيتياسيون خايبه، ومعناها محبه الناس كما قلت ما تشتراش بالفلوس، هذاك هو ليسونسيال. البوست نتاعك باش يكون فيها حمزه العقربي ويوسف العياشي لاعب شاب، يتهنيو لحد من الجمهور على البوست هذا ولا مختار باش يخلي بلاصته؟ انا واش نقول لهم لازم يقفوا مع الجوار، تحب ولا تكره، حتى كي الجوار معناه يتعدى في بيريود خايبه وكل شيء، لازم يقفوا معك، تشوف معناه تو ممنوع من الانتدابات، وعندك الفيكتيف هذا لازم تقف معه، حتى كي يعمل ماتش خايب يعمل زوج يعمل ثلاثه، نصبروا، نطلب منهم يصبروا على الجوارات. حمزه العقربي ينجم يلعب وينجم يعمل كل شيء، ينجم يعمل ما خير مني وكل شيء، اما لازم معناه يصبروا شويه، حتى يوسف العياشي طفل صغير وباعي ويحب يلعب ويحب معناه مازالو صغير، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله كيما يقول لك يقفوا معاهم الجمهور هذا. كيف كانت علاقتك بحمزه انت سورتو كان اساسي قبل ما تجي انت هو؟ والله الحمد لله ما عندي حتى مشكل مع كونترير، من جيت معناها كنت قعدنا اصحاب ونمشيو كيف معناها التو مع عندنا حتى مشكل معاه، سواء يلعب هو
نقف معاه ولا نلعب انا هو يقف معايا. الحمد لله عمري في حياتي لا صرا لي مشكل مع حمزه ولا هكاك حكايه سوء تفاهم جامي في حياتي. هو يلعب موتيفي نقف معاه وانا نلعب، هو يعطيني النصايح وانا نعطيه نصايح. الحمد لله انا ديجا صحابي حتى في الجزائر، والله في الجزائر كنت نكور عليه بدروه وكل شيء، عندي صحابي الكل معناه نلعبوا في بوست واحد ديما صحاب وديما ديما خاوه خاوه في الاخر. جيت سيف 2016 توا 3 سنين ونص، كيفاش تقيم على التجربه جلوبال؟ والله كيفاش نقول لك، معناها 3 سنين ونص هذه اللي جيتها الكلوب، انا امنيتي من قبل ما نجي لتونس كنت في الجزائر كنت متمني نلعب في النادي الافريقي، ما غير ما كان عندي حتى كونتاكت ولا مع الفريق هذا، كنت متمني وحدي بين معناها وحدي بين قاعده. علاش؟ رغم اللي حتى في الالقاب مش الافريقي اللي هي ديما تنزل في الالقاب. مش والله ملي كنت في الجزائر تمنيت نلعب في النادي الافريقي، خاطرش علاش؟ شفت معناها جوارة الجزيريه الكل اللي تعدوا في الكلوب كلهم نجحوا بارابول، معناها هذه هي حاجه جابوا جابوا كل اللي تعدوا لنا معناها نجحوا في الفريق. واي جو بونس اي واحد اي جوار اللي جا صحى في الكلوب ما نتصورش كان خرج من غير ما يهز تيتر، نورمالمون الكل هز التيتر. هذيك هي الحاجه اللي خلتني، وسيختو الجمهور تاع الكلوب معناها تشوف عباد صحيح ما عندهاش فلوس ما عندهاش تمشي وديبلاسي وكل شيء ويتحملوا الضرب وواقفين مع جمعيتهم، هذيك هي حاجه اللي موتيفاتني وحققت الحلم تاعي. النادي الافريقي هي اللي عملت لي اسم كبير، هي اللي اول فريق هزيت معاه تيتروات، هي مشيت ليكيب ناسيونال بالكليب، مشيت ليكيب ناسيونال، برشا حاجات تعديتهم في معناها تطور المستوى تاعي. الحمد لله يا ربي هذاك هو، ان شاء الله ما نكونش خيبتهم. فماش حاجه باش تقعد في بالك في التجربه هذه نتاع الكلوب ما تنساهاش؟ اش نقول لك، حاجه اللي ماش باش ننساها الجروب اللي جوار اللي عندنا ولاد فاميليا الكل والجمهور والمسؤولين، خاطر كي قاعد تشوف المسؤولين غير هما اللي حبوا الكلوب قاعدين ديما معايا، سواء كان يمشي فلان ولا يمشي فلان، هذه الحاجه الباهيه في الكلوب افريكا بالك ما تلقاهاش في دي زيكيب واحد اخرين، سواء كبير سواء صغير كل يحترموا بعضهم. سي بور سا نجحت الكلوب، حتى كي ما فماش في كتيف وكل شيء ديما ناجحه وديما ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكملوا هكاك. علاش اخترت البطوله السعوديه؟ عشان القادسيه بالذات. والله انا كان عندي كونتاكت في الجزائر وكل شيء، اتحاد العاصمه وكل شيء كانوا كلموني وكل شيء، مي واش نقول لك، هذا كيما نقولوا ما كلمني فريق القادسيه معناها كبروا بيا وكل شيء، عملوا لي كل شيء وكشفت، معناها تعديت في بيريود شهر، أنا شهر وهما مصابرين عليا ويستناو فيا حتى لتوا، معناها كان صابوا معناها أني لعبت معاهم وكل شيء، معناها تحس وفات فيا، عطيت كلمة للرجال ما نعاودش نرجع في الكلمة، حتى بالخسارة ما نعاودش نرجع في الكلمة. من فريق يلعب على ألقاب الفريق يلعب على تفادي النزول، تشوف خطوة للقدام ولا كيفاش؟ والله أنا كيما قلت صحيح، معناها في الكلاب أفريكان صحح تعودت معناها ديما نلعب على الألقاب وديما نلعب على برشا حاجات. مي واش نقول لك، انا لوبجيكتيف تاعي معناها نمشي ان شاء الله في العقد تاعي، و بوركوا با كيما يقول لك من الفريق القادسيه ان شاء الله نتمناو الخير، خاطر قاعد نتبع فيهم عندهم بون ايكيب وكل شيء، ان شاء الله نسيو كيفاش نعاونوا الفريق هذا ونساندوا في النتائج ان شاء الله سلبيه. البطوله السعوديه تنجم تقربك اكثر من منتخب ولا جمال بالماضي عينين بعيني قرب البطوله التونسيه؟ لا والله تشوف قاعدين فما بالعمري فما عز الدين دوخه معناها قاعدين يكوروا في الشامبيونات السعوديه وقاعدين في المنتخب وقاعدين يكوروا، معناها كما شفنا جمال بالعمري الماتش الاخراني هو من احسن لاعبين في المقابله ويلعب في الدور السعودي. جو بونس انا ما راحش تكون معناها هذه الحاجه اللي ما تخليش يستدعيني ولا اللي يستدعيني، ولا انا نخدم ونقدم اللي عليا، نسي كيفاش نقدم احسن نتائج مع الفريق واحسن كيما نقولوا روندمون في التيرا، والباقي على ربي، اي وقت يحتاجني المنتخب اني حاضر. انت ماشي سي موا بري وظهر لي اوبسيون داشام بعام هكا فما موجوده؟ ايه هما معناها قالوا لي معناها كان حبوا ناخذوا كونترا تاعك وكل شيء، هذيك توا يقعد الشوا تاع الرئيس مع الرئيس عبد السلام اليوسي هو اللي معناها يتصرف مع الفريق. نجمو نشوفوك بعد سي موا في الكلوب ولا صعيب شويه؟ ان شاء الله علاش لا، ما جامي نقول صعيب، خاطرش ديجا مشيت صححت وما كتبش ربي عاود رجعت للفريق تاعي، معناها باش تشوف اللي انا نيتي صافيه في الفريق. صحيح معناها كي رجعت فما عباد ما حبوش وكل شيء، برسك اللي حبوا اكثر من اللي ما حبوش،
الحمد لله ما انا رجعت وقعدت في الفريق وتوا جاني مكتوب اخر معنا باش نمشي وفي اي وقت معنا نجم نرجع للكلوب افريقيا. واليوروبا مازلت اطمع تمشي لاوروبا ولا بيصير اي جوار يطمع معنا تشوف دي فوا دي جوار معنا يخرجوا كبار يمشيوا هي كل شيء على معنا تجيك شانس تجيك ما تعرفش عليها الدنيا هذه كيفاش ما لازمش ديما تقول صاي انا باش نمشي الدور السعودي ولا باش نقعد في تونس ولا باش نقعد في الجزائر دائما تطمح ما خير وكل شيء واللي كتبه ربي نخلطونه ان شاء الله. ميرسي بوكو يا حاج شكرا يعطيك الصحه.